عبد الله من الطائف معنا على الخط، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ. مساك الله بالخير. حياك الله. ممكن أسأل سؤال للشيخ لو سمحت؟ تفضل. أنا مقيم أصلا في الطائف، وكنت في مكة وأرغبت في العمرة، هل أخرج خروج خارج حدود الحرم أو أتجه إلى الميقات وأحرم من هناك وأرجع؟ هل يجوز أني أحرم من مثلا من نفس مكة أو من بعد خروج الحرم؟ طيب شكرا. يا أخي لا تحرم من مكة بالعمرة، أخرج إلى حدود الحرم، إلى حدود الحرم، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى حدود الحرم من أي جهة، وهي عليها علامات واضحة، تحرم من خارجها وتأتي بالعمرة ولا تذهب إلى الميقات. نعم.